اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ديال كايجي 700 ام. واليوم في هذا الفيديو بغيت ندوي لكم على واحد الشخص اللي هو غريب بزاف، اوكي ماشي عادي على الاطلاق، هو قاتل متسلسل. دابا غادي تسمعوا هاد القاتل المتسلسل غتقولوا احكا حنا كندويو عليهم وكنمجدوهم كنبغيو الناس يديروا بحالهم، ربما هذاك الانتيري ديالنا مثلا ندوينا على شي قاتل متسلسل احنا ما عرفتش كننتميو للجريمه بشي حاجه خايبه. لا بالعكس، الناس اللي ما كيدرسوا القاتل المتسلسل فهم بالضروره كيدرسوا الشخصيه السايكوباتيه ديال الانسان وكيفاش ان الانسان ممكن يعيش حياه مزدوجه وانه ما يديرش الثقه في البشر. الا شفتوا هذا الفيديو تعلموا ما ديروا الثقه في حتى شي انسان 100%، اوكي ضروري 99% 1% كتبقى دائما ديال الشكوى. انا نقول لكم علاش، فملي كندرسوا مثلا واحد القاتل متسلسل فاحنا يعني كنطوروا من الوعي الامني، اوكي هو اللي كنطوروا منه وما كنزيدوا نعرفوه باش اننا نحضوا راسنا، اوكي ماشي شي حاجه كنبجلوهم ولا كنقدسوهم ولا كنقولوا عليهم غير انهم ناس زوينين، لا بالعكس كنقولوا عليهم هما ناس خايبين، ناس ما يسواو وما يصلحوا، وهذوك الافعال اللي كيديروا دنيئين بزاف، اوكي. فاللي بغيتكم تعرفوا ما القاتل المتسلسل دابا حاليا غير ما كاينينش بنفس النواتيره اللي كانوا فيها في الثمانينات والسبعينات. علاش؟ لان التقدم التكنولوجي واللي غيطيح القاتل المتسلسل غندويو عليه اليوم هو اللي نقدنا بزاف. التطور التكنولوجي يعني معناها لا كوميونيكاسيون ما بين الكوميساريات، هادشي كندوي لا في المغرب لا في العالم كامل. قاتل المتسلسل ما يمكنش يكون يقتل اكثر من حسب الاحصائيات ما يمكنش يقتل اكثر من 3-4 الناس وما يتشدش. شحال هادي؟ لا شحال هادي، حيت كان يعني التليفونات كان بالهاتف داكشي ماشي سمارت فون، ما كايناش الانترنيت، ما كاينش الفاكس، ما كاينش بزاف الامور. فالقاتل المتسلسل كيبقى يدور ويضرب شحال ما بغى. ففي هذا الفيديو القاتل المتسلسل غندوي عليه ما تشدش لمده 30 عام، 31 عام باش نكون دقيق، 31 عام ما بقاش مشدود. واللي خرج عليه هو الكبرياء ديالو، هو داك عزة النفس كما نقولوا ديالو، داك التكبر، هذاك التكبر ديالو انه كيحب يعني كيحب السلطة وكيحب كذلك انه يكون معترف به، انه تكون عنده قيمة ويكون مشهور. واحد حب الشهرة الخيبة سيئة، نوتوريتي كتسمى، ماشي كتسمى يعني سيليبريتي ولا فيموس، اوكي كتسمى يعني نوتوريتي، يعني واحد الشهرة اللي هي سلبية. فكان كيعشق هذا الشخص هذا وهي اللي غتخرج عليه في الاخر. فهاد الشخص هذا صراحة انا ما بغيتش ندخل في واحد التفاصيل، ربما ندير فيديو اخر عليه، كيشبه بزاف الشخصية ديال والتر وايت ملي كيتحول لهايزنبرغ في المسلسل ديال بريكين باد، راه واحد التشابه خطير ما يمكنش لا في الشكل لا في الطريقة لا في بزاف الامور. فانا بغيت نقارنهم ربما في شي فيديو قادم، اوكي. فالغريب يعني واللي انتريسون مثير للاهتمام في هذا الشخص، هذا القاتل المتسلسل بحال هذا، بحال هذا دينيس ريدر، راه ما يمكنش، راه خاصك تدوي عليه. غريب، واحد الشخص غريب بزاف، عنده واحد الحياه مزدوجه اللي هي بيرفكت، عرفتي داير بحال داك الكوين، داير بحال القطعه المعدنيه، بحال الشقفه خوتي، الشقفه ديال الفلوس، وفاس كاشي عنده وفاس بين العالم، راه ما تقدش على الاطلاق تجبدو. فعلاش غندير هذا الفيديو؟ لاننا شفنا دابا حاليا هذيك المراه اللي قتلت راجلها ومشات المختفى وتقلب عليه، وهذا اللي قتل المراه مجوجه ومشى شاد الميكروفون في شوف تي في وكيهضر عليها كيقول مسكينه وكذا كذا، فهمتوني؟ يعني هاد الانواع ديال البيرسوناليتي اللي ولات باينه عندنا في المجتمع، علاش حنا ولينا بحال هكا؟ يعني المجتمع عامر بهادو لاننا ما درسناش بحال هاد الشخصيات هادو اللي كاينين. هاد 30 عام هو كيديرها في السر من الثمانينات من السبعينات، اوكي. فانا ما كنبغيش ملي كندوي على شي قاتل متسلسل ما كنبغيش ندوي على البيوغرافي ديالو على الاطلاق، لان البيوغرافي ديالو ما كتهمش، اوكي انه تزاد في العام فلان فلاني وداكشي انا بالنسبه لي ما كيهمنيش. ولكن ملي كيكون واحد الشخص بحال هذا اللي هو كيبان لك عادي، شخص عادي دير بحال بروف ديال الاجتماعيات ولا استاذ ديال لونجلي او لا استاذ ديال الكيمياء ولا استاذ الماط، بحالك وكتير بحاله تماما في الشكل وداكشي، ما تصدقش انه قاتل متسلسل على الاطلاق، ما تصدقش. عنده عائله، عنده كلشي، يعني جدير اننا نعرفوا البيوغرافي ديالو.
فهو تزاد في 1945، هو قرأ معلم واعي مثقف، قرأ تال ليسي. الطفولة ديالو كانت طفولة عادية، ماشي الطفولة ديال شي واحد تعذب أولا شي واحد ضربو أولا تعداو عليه، لا طفولة عادية غير هو شنو كان كيدير. على حسب القول ديالو، معرفتوش بصح ولا لا، قالك كان كيتعدى على الحيوانات، هو كان كيتعدى على الحيوانات، كيعلقهم كيضربهم كيقتلهم كيقتل الحيوانات، هو كيعيش في صغرو وما كانش مبين لدارهم سمراو، يعني الحياة المزدوجة بدات عندهم من صغر. ما عليناش، ليسي دوزو يعني واحد الوقت مشى للجامعة، ملي مشى للجامعة ما النقاط ديالو خايبين، هو يخرج من الجامعة هو يمشي يعني للقوات المسلحة الجوية ديال الميريكان، اوكي يو اس ميليتاري فورس يعني اير فورس، وتماك شنو خدم؟ خدم يعني تكنيسيان ديال الطائرات، تكنيسيان يعني تقني، اوكي شوف الدماغ ديالو كيفاش خدام، تقني، دماغ ذكي، ذكي في الحوايج الخايبين، دماغ ما كيغلطش، ما كيغلطش الا نادرا فين كيغلط، اوكي هانتوما غتشوفوا. المهم من 21 سنه هو خدام في هذاك الشيء ديال الجيش، بقى واحد 4 سنين اوكي، ملي وصلت 24 عام تماك طردوه اوكي، رجع للبلاد فين كان ساكن هويا. 25 عام كانت امو خدامه في واحد السوبر مارشي، وهو خدم مع ماما تمايا انه كيخدم يعني جزار اوكي في الديبارتمون ديال اللحم، واش جزار كينقل اللحم اولا كيقطعو اولا كيبيعو الله اعلم اوكي، هادشي اللي قال يعني هادشي اللي كتبوا عليه. 25 عام، في 26 عام غادي يتزوج، 26 عام على حسب اوكي غادي يتزوج، من بعد غادي يولد جوج وليدات يعني بنت وولد، هذيك البنت غادي يقضي مع غادي يردها بنت، وخاصة حتى الولد والعائلة، عرفتي غير يهتم بالعائلة ديالو واحد الدرجة ما كتصورش، الأب المثالي ديال عائلته، الأب المثالي كنقول لكم الأب المثالي، أحسن تربية رباهم أحسن تربية، هادشي اللي ما بغيتش ما تفهمش ليا أنايا. بنته قراها حتى وصلت للجامعة، وها هو تصويرته معاها هو في الجامعة. دابا كندويو على واحد الأب حنون، خدمش لا خدامي من مور داك يعني داك الخدمة ديالو كجزير، مشي يعني عاوتاني للخدمة ديال الإلكترونيك اوكي، قبل الخدمة الإلكترونيك خدم بزاف ديال الخدامي، ومشى للكشفية. الكشفية ما معناه انه ولا حتى هو تماك كيرعى الدراري مثلا، كيخرج معاهم للمخيم كيعلمهم كيفاش يعيشوا في الغابة الى اخره الى اخره، زائد انه كمل التعليم الجامعي ديالو، هو خدام وهو كيقرا او ميم طون. شوف يعني واحد التعليق قال لك التعليق يعني بالنسبه لهذا السيد هذا ما كانش عنده 24 ساعه، كانت عنده في النهار واقيلا شي 30 ساعه، ولا كان عنده الايام ديالو بوحدو، كيدير بزاف د الحوايج، كيعرف كيفاش ينظم وقته، وهاد الحياه هكا وهاد الحياه هكا، يعني التكنيسيان حتى في مخو اوكي. ففعلا تخرج من الجامعه، تخرج من الجامعه العلوم القانونيه، شوف كيفاش درس لمدة 7 سنين، هو كيدرس العلوم القانونية وخدا فيها الإجازة، وهو خدام وهو أب، وتخيلوا معايا هاد البلانات هادو، وسيرتو في الثمانينات كان ساهل أنك تخدم، كان ساهل أنك تقرا إلى آخر إلى آخر. فعاوتاني خدا واحد الشهادة أخرى، واحد الدبلوم ديال تقني في الإلكترونيك، لأن الأجهزة وبصفة عامة الكمبيوترات والبيسيات كانوا يلاه غيبداو في الثمانينات أوكي، الثمانينات، فهو خدا في 1973 خدا الدبلوم ديالو كخدام في الإلكترونيك، ما عليناش. ولات في عمرو يعني واحد 29 عام، أول حاجة دارها بقى كيراقب الناس، وعندو مسدس عندو فردي، فهو منحرف، هادي هي لافاس كاشي، هذا هو الجانب اللي خبى على المجتمع، وكان هو كيشتغل حتى في كنيسة أوكي. كان هو الليدر ديال الكنيسه، هو القائد ديال الكنيسه، يعني خبى حتى على الناس في الكنيسه، وحتى خبى على حتى الناس اللي معاه في الكشفيه والاطفال اللي معاه، وحتى واحد ما ساقني الخبر انه منحرف، يعني ساديست سادي وبيرفير منحرف، ويعني نرجسي، جميع الاشياء الخايبين كانت كيف ما قلنا كان منحرف اوكي. فكان كيعاقب الناس، كيريح من طوموبيلتو كيبقى يراقب الناس، هذا غادي هذا جاي في شي بلايص اللي هما بعاد عليه، بعاد يعني من الدار ديالو، انه كيشوف الناس كيراقبهم اوكي. وكما قلنا عنده الفردي، فعزل واحد العائله واحد النهار وهو يدخل عليهم،
شد هادوك يعني العائله كتفهم تحت تهديد ديال السلاح، كتفهم كاملين، كيخنقهم كيعذبهم، اوكي كيعذبهم خنيق بالحبال يعني بلي كورد بالحبال، تيربطهم يعني تيخنقهم حتى كيقربوا يطيحوا هكا فهمتيني، يموتوا تعاود يحيد لهم الرابط ديالهم، كيعاود تاني يربطهم، المهم كيعذبهم مزيان ضرب العصا الى اخره، فمن بعد كيقتلهم، اوكي كيقتلهم بالخنق كاملين، الاب والام ديال ديك العائله والجوج ديال الاطفال قتلهم كاملين، والاطفال كي بحال كيستمنع عليهم كيشوف ديك يعني ديك الاثاره الجنسيه ديالو المنحرفه، ما عرفتش يعني دماغه كيفاش كيفكر، ان ديك المشاهد الخايبين هما اللي كيجيبوا لي اثاره جنسيه، فكيخلي الماني ديالو كيخليه في مسرح الجريمه وكيمشي بحالو، وتماك يعني العلم مازال ما تطورش ولا دي ان مازال ما تطورش، اوكي فهادشي اللي ساعد بزاف ديال الاقتلاء انها ما تبانش الى اخره في هذاك الوقت. الطريقه كيفاش كيدير هو انه كيدخل دارهم، وكيدخل دارهم في الصباح، كيدخل دارهم في النهار ماشي في الليل، باش تشوفوا الزعامه ديالو قداج زعيم، زعيم بزاف لواحد الدرجه بحال اللي تقول متهور، وكاين ديك الزعامه ديالو كالكولي وكيفلت بها في الاخر لمده 30 عام. ثاني واحد الوقت غادي يولي موظف في شركه ديال السيكوريتي، 1974 غيبقى موظف في شركه ديال السيكوريتي لمده 12 عام. ما معنى السيكوريتي؟ يعني الامن المنزلي، كيدخل كيعيطوا ليه الناس انهم بغاو يركبوا مثلا الالارم، بغاو يركبوا جهاز الانذار في الدار ديالهم، كيعيطوا ليه هو كيجي كيركب داكشي، اوكي فهو بدا هاد الخدمه هادي، وهاد الخدمه هي اللي تحت ليه انه يدخل للديور ويعرف لي فيكتيم ديالو شكون، شنو اللي كاين، شنو مصدر الخطر، كيفاش يقدر يدخل من بعد، شنو السلوكه اللي يقطع، لانه كان كيقطع سلوكه الهاتف. الهاتف كما قلنا ما كانش بحال السمارت فون اليوم حاليا تقدر تعيط يعني سون فيد، لا كان خصك تهز التليفون الى اخره، فهو كان كيعزل الديور اللي ما فيهمش ديك التليفون بورطابل لانه كان غالي، كيعزل ديك التليفون يعني الفيكس، كيمشي كيقطع عليه الخيوط ديالو باش انه يعني ايزولي الاتصال ديال الضحايا مع العالم الخارجي. من مور هذيك العائله غادي يمشي واحد نفس العام، اوكي غيحبس ليه واحد الشهور ثاني، غادي يبدا يتجسس على واحد الصديقه خدامه معاه في هذيك الشركه. هذيك الصديقه هذيك عندها خوها وكتسكن غير هي وخوها في دار وحده، شتو كيفاش اللعبه، فهو كيعزل دوك الناس اللي هما ضعفاء، دوك الناس اللي هما يعني ما حامينش راسهم، ما حاضينش بزاف الامور، ربما يخليو الباب محلول، اوكي الناس اللي هما كيعاودوا على كل شيء، فداكشي باش ما تثقش في البشر وما تعاودش ليه كل شيء، ما تعاودش ليه كل شيء على حياتكم انت ما كتعرفوش. بحال هكا 1974 السبعينات راه كانت النيه، راه كان وقت الغفله، اوكي وقت الجرائم اللي الناس ما عارفينش، كانوا الناس بصراط ماشي دابا حاليا 2023 راه كيبان لك معظم الناس حاضرين راسهم بزاف د الحوايج، اما السبعينات لا كان لعب مطلق، اوكي فهو مشى دخل عندها ودخل عند خوها وتحت تهديد ديال السلاح، قال البنت تربط خوها والاخ يربط المقابل اختو، اوكي هما كيترابطوا بعضياتهم، وهاد الحاجه ما عمرك ديرها، وكيقول لهم غادي نمارس عليكم غير التعذيب ونمشي في حالاتي، انا خصني نمارس التعذيب ونمشي في حالاتي، انا ما نقتلكمش. هاد الشيء باش كنخيب يعني هاد بيتيكي هذا دينيس رايدر اللي عنده يعني اليوم كنخيب بزاف، لانه كيعطي الامل، كيعطي الامل للناس. شي مرات شي ضحايا مثلا واحد كيكون عنقه مكسور كيعطيه مخده كيقول ليه ارتاح، واحد خصو الماء كيمشي كيعطيه الماء، كيبين ليه بانه انسان ظريف وما انسان ما يقتلوش، وفي الاخر كيقتلو في الاخر، اوكي هادي حاجه خايبه بزاف، انك كتعطي الامل للضحيه قبل ما تحيد له داك الامل اللي عطيتيه ليه، تو بزاف يعني الانسان ما عمرو ما يثيق، ما عمرو ما يتبع يعني الوصايا ديال اللي شي واحد يقتلو، اوكي يعني جرب حدك مع داك السلاح احسن من انك تبقى تربط راسك، ومني تربط راسك عاد تولي فيلنيرابل كثر. ثلاثه د المشابه فيهم شدوهم للبوليس، واحد فيهم هو اعترف قال لهم انا اللي قتلت، انا اللي قتلت هذوك الجوج، اوكي انا اللي قتلتهم. فهنا ملي غيسمع هذاك القاتل المتسلسل الحقيقي اللي ما تشدش ديني صغير ما يسمع هذا الشيء، يسمعوا في الاخبار ولا ما يحملش راسو، يقول علاش هادو خداو ليا داك الشيء اللي خدمت عليه، بالنسبه لهاد القتيله دي خدمه،
علاش ياخذوا لي يعني الشهره ديالي؟ لا، خصني انا نتشهر. فاش نمشي هذا مشى عيط لواحد الصحيفه قال لهم سيروا شوفوا في المكتبه فلان الفلانيه الكتاب الفلان الفلاني حلوه، غتلقى واحد الرساله ديالي. فهذيك الرساله ملي حلوها لقاو يعني شي نقولوا مثلا الجرامير ولا الاعراب مخربق، الكتابه مخربقه. شنو قال لهم؟ قال لهم هذوك ثلاثه الناس اللي عندكم راه كيهضروا بالخوه باش انهم اكتسبوا الشهره، انا هو اللي درت. انا سميتي بي تي كي، معناها بايند تورتشر كيل، يعني ربط وعذب وقتل. اوكي، وبدا كيعطيهم شي تفاصيل اللي فعلا غير القاتل وحده هو اللي عارفهم. اوكي، فتما تاكدوا بان صاحب الرساله هو صاحب دعوتهم، ماشي دوك اللي كانوا شادينهم وكيعترفوا على الباطل. عاوتاني من مور هاد 1974 ديني صغير كان في عمره 29 عام، فهاد 29 عام هادي هانتوما الا لاحظتوا التصاور غادي يحبس لمده 3 سنين، ما غاديش يقتل. شنو يدير فيها؟ يعطي وقته للخدمه، يعطي وقته لمراتو، يعطي وقته لبنته، يعطي وقته لولدو، يخرجهم، غيساريهم، غادي يشري لهم حوايج، غادي يقريهم، غادي يقضي معاهم العطله، غادي يخرجهم يصيدوا، يخرجهم يعني يحتفلوا بالكريسماس. لاحظتوا معايا كيفاش؟ غادي يحبس واحد 3 سنين. وهذا الشيء هو اللي خلاه ما يتشدش، هو انه ما كيقتل حتى كيكون متاكد، كيكون داك الشيء مدروس، ما كيزربش. 3 سنين، 4 سنين، شي مرات كيقطع 10 سنين، راه بزاف راه الحمار. 77 غادي يبدا يراقب تاني، غادي يبدا يراقب الناس، الناس كتمشي، الناس كتجي، الناس كتمشي، الناس كتجي. واحد الوقت هو يلقى مرابع وحده معزوله، مرا بلا راجلها، اوكي، بحال قلتي مطلقه ولا مفارقه ولا جو سي با. المهم هي مرا ساكنه بوحدها وعندها جوج ديال الاطفال. ومعاه هو يعني حكار ديال العيالات، تيعجبو انه يربط العيالات، وانه يلبس بحال العيالات، وانه يعني يستمني على الطفلات الصغار. فيعني هو حمق، اوكي، حمق مصدع. عاوتاني غيدير نفس العمليه ديال انه غادي يدق في الباب. هذيك اللي في عمرها 5 سنين، الطفله اللي في عمرها 5 سنين هي اللي تحل الباب. شوف شحال كانت الوقت مرخيه في الثمانينات، هادشي راه ما يمكنش يدير دابا حاليا، كلشي ولا حاضر راسو. فهذيك الطفله اللي في عمرها 5 سنين حلات ليه الباب بلا خبر ما، وهو يدخل. منين دخل هو يشد هذيك البنت والولد، دخلهم للطواليط بوحدهم، سد عليهم، هو يعزل الام بوحدها، ربطها يعني ضربها، اوكي، عذبها مزيان، ربيط، وعاوتاني كيفك الربيط عليها على العنق ديالها، هادشي هو ما كيكتف ليها يدها ورجليها. المهم كيعجبو انه يحكر على العيالات اللي هما هيلبليس، اللي هما ما يقدروش يقاوموا، اوكي، داك الشيء كيعطي الساديه واثاره جنسيه. ففعلا من بعد عاوتاني قتلها، وهو يمشي في حالة نفس العام 1977، العام اللي قتل فيه هاد الام هادي وجوج يعني وخلى الطفلات ديالها. هاد المره تاني غتوصل بيه، غتوصل بيه يعني زعامه بزاف، انه مشى عيط للبوليس من مورا ديك الفعله اللي دار، عاوتاني دخل على واحد السيده وكيقتلها. عيط للبوليس وقال لهم شوفوا ها العنوان كذا كذا، اجي وغتلقاو جريمه، وها هو المقطع الصوتي ديالو. I can't understand you. And what is your address? 2843 South Pershing. That is correct. من بعد غادي يسد التليفون، غادي يمشي في حالاته. 1978 ثاني غادي يصعر، غادي يقول حتى بلادو ما دواوش عليا، ما دواوش عليا في الصحافه، ما دواو عليا في الاعلام، ما والو. هو يمشي يصيفط عاوتاني رساله بنفس الطريقه لهذيك الصحيفه، قال لهم شحال خصني نقتل من واحد باش تكتبوا عليا. وبدا كيعطيو مني كلمات، ها شنو بغيتكم تسميوني؟ سميوني الطاق، اولا سميوني الطاق، اولا سميوني بي تي كي سترانجلر، خانق بي تي كي. ففعلا هذيك الجريده هذيك غادي تحقق ليه داكشي اللي طلب هو، وغادي تسميه خانق بي تي كي. اول مره غادي تكتب عليه في يعني في الصحافه، اول مره تخرج هذاك التسجيل الصوتي ديالو. فهنا هو بدا كيفرح، يعني فرح بانه اكتسب هذيك الشهره اللي هي خايبه. حبس واحد 6 سنين ما قتل حتى شي واحد. هاد 6 سنين ثاني اشنو قلنا؟ كيخدم فيها على ديك الحياه الاخرى المزدوجه، الحياه الزوينه، الحياه الانغوز، انه اب مثالي، وانه الزوج المثالي،
وان كيقاري البنت وانه هو اللي زعيم في ذاك الكنيسه وكيحضر الكنيسه كل حد، وانه يعني كيعرف المسيح كيعرف المسيحيه، وانه يعني كذلك خدام في هذيك الشركه ديال الالكترونيك. المهم حتى 84 الاف بي اي غادي دير واحد الفرقه ديال الانكيت ضده سميتها ذا جوست باستر او باسترز او لا مطاردين اشباح. هاد جوست باسترز هادو غلطوا بزاف بيتيكي وما قدروش يشدوا. علاش؟ لانه كان كيحبس لمده سنين، فلانه كان كيحبس لمده سنين الاف بي اي كان حساب ليهم بانه هو واحد الشخص كيمشي للحبس، فمشاو كيقلبوا على جميع الناس المدانين اللي عندهم واحد السجل عدلي فايت ليهم دخلوا للحبس اللي ربما عندهم علاقه بهذوك الجرائم، ما لقاو حتى واحد. ولكن بيتيكي في الحقيقه ما عمره ما تشد، ما عمره ما كان عنده سوابق، ما عمره كانت عنده شي مشكل مع العداله على الاطلاق. هو كان كيحبس بمحض الاراده ديالو، حتى كيكالكولي مزيان كيعبر مزيان جريمه يعني التاليه المواليه فين غادي نمر هذيك الفرقه. اوكي 1985 شوف فين وصلت به الوقاحه، وصلت به حتى لدرجه انه يقتل جارته اللي كيعرفها مشى قتلها نفس الطريقه، تعذيب ربط قتل. اوكي جارتو اللي معاه في نفس السيكتور، ولاحظ غير ملي كتوقع جريمه كلشي كيجي كيسول، وهو بكثرة ما عارف راسو ما يتشدش وعارف بانه مخلط مع المجتمع بحال اللي هادو دابا حاليا اللي بانوا في هادشي ديال طنجة، يعني في مرتيل. اوكي ديك المرة في مرتيل وديك الراجل اوكي، فهادوك الناس هادوك مخلطين في المجتمع. وانا كنت قلتها في واحد الفيديو ديال واحد الطفل يعني تقتل ولقاو الجثة ديالو ما لقاوش الفاعل في هذاك الدوار، لأن المجرم غير مخلط، غير ما بينش غير مخلط، غير يقدر يكون هو شي فقير ولا ما بغيناش نظلمو ولا شي مول الحانوت ولا اوكي. هادشي اللي كاين عام من ورا 1985 1986 غادي يمشي غادي يقتل واحد المرأة بوحدها، وتشوف كيفاش كيتجسس راه كيبقى يمشي كيمشي للناس اوكي، كيشوفو من البعيد وكي كيسميهم بروجيكتس كيسميهم مشاريع، كيبقى يتفرج فيهم مزيان ها معاش دخلوا ها معاش خرجوا، يعني داك الشيء كيكون بواحد الدقه كبيره. تكتشف بان كاين غير واحد الكوبل بوحدو اللي عايش، وان الراجل كيغبر وكيخلي المراه بوحدها في الدار. ففعلا الناس اللي هما كيكونوا مثلا انستال ليهم داك الجهاز الامني ديال الدار اوكي، ملي كيجي انستال ليهم مثلا ربما داك الجهاز الانذار ولا كيبقى عاقل عاقل على الضحايا ديالو التاليين اوكي، ولا الزبناء ديالو هما الضحايا ديالو اوكي. والمبيعات ديال داك الامل المنزلي طلعات، داك الشركه اللي كان خدام فيها هو طلعات. علاش؟ لانه هو طلع القاتل المتسلسل، الناس ولاو كيخافوا منه فولاو كيعيطوا ليه. شتي هذا والله كيدير كيضحك ولكن شي بصح راه حققت حماق كيما نقولوا، هي هادي هي هاد القصه هادي ديال هاد الشخص اللي قتل الزوجه بوحدها ومن بعد غيتهموا راجلها هو اللي دار داك الفعله، ولكن لا من بعد غيتاكدوا بانه بيتيكي اوكي. فهاد بيتيكي هذا وكان شويه فاني اوكي، كان فاني كيصيفط رسائل ما فيهم ايحاءات الجنسيه للبوليس، زائد انه مره كيصيفط شي حوايج شي ادله وشي حوايج كنخدم من مسرح الجريمه ان سيريال بوكس، يعني في صندوق ديال الكورن فليكس اوكي. كورن فليكس اللي كياكلوا الاطفال كل اسبوع اوكي، ولا الناس او عموما كيشرا كل اسبوع سيريال يعني حبوب. علاش؟ لانه سيريال كيلر، شوف التلاعب هذا بالكلمات كيضحك، ولكن هو كان كيتعمد انه يصيفط الحوايج لهذوك الصحافه كيصيفط لهم ان السيريال بوك. اخر جريمه ديالو كانت 1991 كان في عمره 46 عام اوكي، فقتل في هذيك هذاك هو قرر انه يحبس في مره، حبس في مره صافي، قرر انه يعتزل وما يتشدش، هو ما كانش باغي يتشد على الاطلاق. كاين شي ناس كيقول لك بهذيك الطريقه السخيفه كان باغي يتشد، ما كانش باغي يتشد. علاش؟ لانه من بعد كان قال لبنته بان كانت عندي الضحيه رقم 11، كانت عندي فهمتيني، وهاديك الضحيه رقم 11 هي اللي كان باغي يعني يتقاعد بها على الاطلاق ويبقى معروف غير بهذاك بيتي كي ميدون يكون معروف يعني في وجهه اوكي. ففي واحد الوقت في 2004 في عام 2004 شحال دازت على 1991 13 عام 13 عام
ما دارتش فيه على الإطلاق ولو جريمة قتل وحدة. واحد الصحيفة داروا مرور 30 عام على جرائم بي تي كي، مشاو خرجوا واحد الكتاب فيه الحياة ديالو والقصة ديالو. فبي تي كي ملي شاف هادشي، دينيس ريدر ملي شاف هادشي ما عجبوش الحال، تعصب ويقول لهم انا رجعت، ما تكتبوش شي كتاب، انا هو مولي الكتاب، انا هو اللي خصني نكتب، انا هو اللي خصني نكون مشهور. عاوتاني بحال الدري الصغير، خصو ديما هو الشهرة والكريديت و يعني الاثناء، خصو الثناء ديال الناس. شوف انا عابط كي داير، فهنا فين غادي يبدا يتشد. اوكي، هنا فين غادي يبدا كما قلت لكم كيصيفط دوك الرسائل بزاف، كيصيفط السيريال بوكس واحد الوقت، ويصيفط واحد بحال قلتي واحد الدميات خايبين، دميات يعني مشوهين مربوطين. داك يصرف التصاور، التصاور ديالو هو ولابس الحوايج العيالات ومع واحد الماسك، انتوما كتشوفوا داك الماسك. كيدير شي حوايج غريبين بانه كيبغي يصبر راسو ما بين جريمه وجريمه. فهذاك الوقت بالضبط كيبدا يعني يتصور شي مشاهد اللي هما خايبين، هو كيصور راسو بمشاهد اللي هما خايبين هكاك. اش قاتلي كيصيفطهم للبوليس. اوكي، واحد الوقت هو صيفط يعني حدا واحد المغازا، خلى واحد الطرد. ملي خلى داك الطرد هذاك ما لاحظ، دار واحد الخطا، ما لاحظش بان كاينه كاميرات سيكوريتي. من بعد ديك الكاميرات سيكوريتي اللي قدرت تسجل هي فقط طوموبيلته. هذه هي الغلطه الوحيده اللي دار. اول مره البوليس غادي يشوفو بيتيكي، اول مره غيشوفو. اوكي، فلاحظوا معايا هذا الخطا هذا. شوف 29 عام، 29 عام ما دارش خطا، دار الخطا الاول. عرفتي الخطا الثاني اللي غيخرج عليه شحال كان بيناتهم؟ عام واحد. شتي هذه هي صام حتى صام وفطر على تمر، هي هذه اللي دار بيتيكي. عرفتي كيقولوا البوليس كاملين هما راه ما شدوش، هو شد راسو راه ما كشدوش. كانوا كيقولوا لو فقط زم فمو، لو فقط ما سكت كون راه ما تشدش. من بعد وليت كضحك القصه، كضحك لانها عبيطه. شوف كيفاش ذكي ونابغه وكل شيء، ولكن النهايه ديالو عبيطه، عبيطه بزاف. محملهاش، محملش راسو، عرفتي كره راسو. شنو مشى لهاد بيتيكي؟ بدا كيتواصل مع الشرطه بواحد الوتيره كبيره، ولا كيصيفط لهم كاع الغاز. فدوك الالغاز بدا كيصيفط لهم يعني واحد يعني جيد الورق، جيد الكلمة. اوكي، فديك الالغاز يعني شي كلمات بزاف كانوا كيلقاوهم البوليس، منها يعني فانتازي. اوكي، كيلقاوها، ولكن اللي ما لقاوش البوليس حتى الاخر كان كاتب لهم ريدر، ريدر هي كنيتو، كان حاط لهم كنيتو. واش هو عرفتي زعيم بزاف، زعيم زعيم واحد الدرجه ديال صافي كيقول لهم غير غير شدوني. وعوض الله غير شدو، كيخرع على البوليس بالضحك. شوف كيفاش يهجروا عليه فهاديك العام بالضبط. اوكي، مور هذاك العام 2005. اوكي، في واحد الوقت غادي يخلي لهم اوكي واحد الطرد، هذاك الطرد يعني كيقول لهم يعني صيفط لهم كارت بوستال، هذيك كارت بوستال كتصير تشير لدلائل اخرين في قضايا اخرى. في الوقت ولاو كيتراسلوا البوليس وهذاك دينيس ريدر، البوليس والقاتل المتسلسل بيتيكي، ولاو كيتراسلوا غير بعضياتهم بدون الصحافه، يعني عبر واحد الصحيفه. اوكي، في الجورنال كيخليو مع بعضياتهم رسائل مشفره يقراوهم غير هما. الناس العاديين كيحلوا داك الجورنال ما كيقراو والو، ما كيفهموا والو. واحد الوقت قال لهم، قال لهم بيتيكي انا عييت ما نصيفط لكم الرسائل والدلائل، انا بغيت نلتجا لشي حاجه عصريه. هذيك عصريه هي اللي عصرتهم. جا قال لهم الا صيفط لكم ديسك واش غادي تقدروا تشدوني؟ اوكي، الا صيفط لكم ديسك واش غادي غير تشوفوه صافي؟ اوكي، قالوا لي غير ثق فينا، غير ثق فينا، حنا غادي صيفط لنا ديك الديسك ديسكيت. اوكي، صيفط لنا داك فلوبي ديسك، انتم كتشوفوه هذا كان عندنا ماشي مغاربه مزال كان عندهم. اما هو يعني تحفه نادره. اوكي، كانت 2010 مقارنه. اوكي، وكاين شي بيسيات مازال فيهم قارئ ديال الديسكيت. اوكي، تقدروا يكون عندكم نتوما حاليا كتفرجوا فيا شي بيسي قديم كتكون فيه ديك البلاصه فين تخشي الديسكيت. دابا مابقاوش كيتعاملوا معاه، مابقاوش كيتعاملوا بالديسكيت لا بالسي دي. اوكي، فتما كانت عندنا في 2005 شي حاجه عصريه الديسكيت. اوكي، وهو ما عارف والو، ما عارف والو في البيسيات، تلقاتي مسلسل ما عارف والو في البيسيات. يلا بداو صافي. اوكي،
لو كانت لا الانترنت لا مولاي بوي، داكشي كان قديم انقطاع ولا فهمتوني. فهو تاق في البوليس، قال البوليس ما يكتبوش عليا. وفعلا مشى صيفط لهم ديسكيت، ديسكيت هذيك حلوها منين دخلوا لهذيك يعني الديسكيت داروها في البيسي. هاد الشخص هذا اللي كاين في ها انتم كتشوفوا التصويره ديالو والاسم ديالو تحت، هذا هو العبقري. اوكي العبقري، لانه خدا واحد الداتا كاينه في الديسكيت مشى ردها. اوكي كتشوفوا في التصويره، انا ما عرفتش داكشي كيفاش بالضبط رد المعلومات. هذوك المعلومات كيبينوا الكنيسه فلان فلانيه، رئيس الكنيسه فلان فلانيه، كيقولوا ويلي كيفاش رئيس الكنيسه؟ مشاو لهذيك الكنيسه البوليس غير باش يحققوا اشكون الرئيس فلان بن فلان. ملي مشاو لدارو ذاك فلان بن فلان، عرفتي شنو لقاو؟ في شنو لقاو يعني في الكراج، قدام الكراج لقاو داك الطوموبيل اللي بانت في الكاميرا سيكيريتي، لقاوها نفسها تما. قالوا صافي طحنا على صاحب دعوتنا. اوكي فهاد الخلط العبيط هما باش غيشدو بيتيكي. ثم غادي يكتشفوا الحقيقة ديال أنه وما قدروش يتصوروا، وكان الأب المثالي والجار المثالي، واخا قتل جارته ومعظم الناس انتراكتيو معاه بحال هاد الكومونتير هادو كتشوفوا. هذا ملي كان في عمره 17 عام بي تي كي علمو كيفاش يصايب حبل، كيفاش يعقد الحبل، which is ironic لأنه كان كي ملي كان كيقتل الضحايا كان كيربطهم بالحبل، يعني هو قاتل متسلسل علمو كيف. ولا الدنيا عبيطة صاحبي. فملي قالوا لبنتو واحد النهار دقوا على بنتو البوليس ويقولوا لها ربك هو قديم متسلسل اللي كان مروح هاد الساكنة ديال هاد المدينة لمدة 30 عام. عاتي غي قالوا هاليا وهي تسخف تحت الأرض وما لقاش ما تقول والو. مراتو طلقاتو صافي، طلقاتو طلق في هذاك العام شي اكتشفوا 2005 بي تي كي طلقات منه بصافي داوي كل شيء نهار كل شيء دمر. عرفتي النبره ديال الصوت ديالو ما بقاتش هي، الطريقه كيفاش كيدوي مع بنته ما بقاتش هي، وراه هادشي غيعطيك تراست ايشيوز صاحبي. كي مشاكل في الثقه يا خويا بزاف، بنادم جو 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 دوبل فاس. هو ديني سريدر. اوكي فديني سريدر غتشوفوا في هذا الفيديو، خلي لكم في الديسكريبسيون ديال كيفاش انه في المحاكمه ديالو كيعترف بكل شيء بواحد الدم بارد. عرفتي كيفاش كيهضر؟ ملي كيبغي ملي كيبغي يلقى شي ديتاي كيتفكر لي ديتاي بالتفصيل من هذه 30 عام، كيوصف نفس الاحداث اللي كانت ملي قدم هذيك الجريمه 30 عام. هو في عمرو 60 عام ملي شدوه، وكيعاود على شي حاجه دارها في عمرو 29 عام، كيعاودها بالدقه بالتفصيل. مشيت لهنا حطيت هادي هنا لقيت هادي هنا، وعند واحد الذاكره هو كبيره بزاف مع دوك العشره ديال الجرائم اللي دايره. اوكي الحرب الشرعيه كما قلنا ما صدقاتش ليه، ما صدقاتش هي اللي كان باغي يديرها وكان باغي يعتزل، ولكن هما شدوه. يعني هذا دليل على انه ما بغاش هو يتشد، ماشي يديرها بالعاني لا فري، هو مكلخ، هو مكلخ شد راسو انه كان باغي دائما غير ديك العشرفه ديال ان انا هو الواعر، انا هو بيتيكي وانا هو كذا. حيت هادشي كامل يعني باش تعرفوا بان اي شخص يقدر يكون اي حاجه، هادشي اللي كاين. تراست ايشوز ممنوع، الانسان يحضي راسو، الانسان الا بغى يفهم هادشي اللي كاين في طنجة وهادشي راه ما جانيش غريب. لان شوف هذا واحد واقفس منهم كاع كاملين 30 عام هو مدوخ امه، يعني راه هو عضو في التشيرش ورئيس ديال التشيرش كاع، رئيس الكنيسه، وفي الاخر داير هادشي كاع كامل. كما قلت لكم كان كيعاود الجرائم في المحاكمه، كان كيعاود الجرائم بواحد الطريقه ديال انه ما كيحشمش، كيعاود داك الشيء بلا ما يندم ولا يحس بواحد الندم ولا الاحراج، بالعكس كيدوي بداك الشيء بحال شرب الماء، بحال خرج بيكنيك. كيدخل مثلا كيعاود على كيفاش قتل الاطفال واستمنى على الجثه ديال الطفله، عادي كيكون عادي قدام الناس قدام القاضي بلا ما يحضر عينيه ولا كيبغي يتفكر شي حاجه كيدير Back to her house, left that, let me think now. Okay, in the interim, I took her car back to her house. And
عندي يعني بحال باغي يضحك ولا لا عجب، ولكن اللي عجبوني فيه هو واحد الوقت وما يبين تصرف قدام الناس لابس الحويج العيالات وبين بين حاشاكم القضيب ديالو ودير داك الماسكات الجنسيه، تماك وجهه ولا حمار ما بقاش باغي حاجه، بغى الاحب تبلعو، ما بغاش هذوك التصاور هذوك يخرجوا الناس بانه زامل. اوكي بحال هكا، فالعجيب كيفاش انه هو ما تحرج من كاع داكشي الخايب اللي دار، وكان تحرج لانه راكم عارفين خرجات داكشي، وقال لك المعلم ديالو كان قصير. المهم داكشي ربما باش تحرج، المهم هادو دي كومونتير وصافي اللي قريت. فما العجب هو هادشي اللي كاين، هذا هو البيتيكي، هذا هو السيريال كيلر اللي عجيب عجيب بزاف، يعني قاتل متسلسل با كوم لي زوتر، برا با كوم لي زوتر، با كوم غير اعتيادي. اوكي غير اعتيادي. بالنسبه لكم نتمنى تكون عجباتكم هذا الفيديو، خليوا لي الراي ديالكم في لي كومونتير علاش لا بارطاجيوها، ونتلاقاو في فيديو جديد.